اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اخوتي واخواتاتي. ما تنسونيش اخوتي عفاكم بالتعاليق، وتحاولوا تشاركوا الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش على الاقل يكون عندي واحد شويه ديال التفاعل. ما تنساوش تخليوا لي شي تعليقات يكونوا زوينين، حتى هما كيعاونوا وكيحفزوا، وفي نفس الوقت كيخليو حتى القناه كتطلع شويه بشويه، يعني كتطلع عند ناس اخرين. ويعني طلب عادي، تنتمنى ان شاء الله الطلب يكون زعما كطلب من اخت ديالتكم. والمهم كنتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل يا رب العالمين. المهم جيت نشارك معكم التقليه. التقليه كل واحد كيفاش كيدير، كل واحد بالطريقه ديالته. انا غنشارك معكم التقليه ديالتي بالطريقه ديالتي، وكنتمنى الى كان شي كومونتير زوين تخليوه ليا، والا كان شي تعليق مثلا على التقليه نتوما كيفاش كديروا ليها باش نشوفوا واش كنتشابهوا ولا لا. المهم اليوم غادي نتقدم معكم كما قلت لكم التقليه. صافي انا كنشد التقليه كنحطها كنغسلها مزيان بالحامض والماء والخل، وكنستقرها مزيان كنخليها حتى تنشف، عاد كنحطها في الطاوله اللي غنطيبها فيها. ما كنديرش كوكوت، كندير جميله وما كنزيد عليها لا ما لا والو. كنقص البوطه مهيله وكنخلي ديك البوطه حتى تطلق الماء ديالها، كتطلق ديك الزفوريه ديالتها وداك الماء اللي كيكون ريحته شويه ناقصه. يعني الا طيبتوها نيشان هكاك عولوا على التقليه غتجيكم خنزه. كتطلق داك الماء، كتخليها تطلق الماء مزيان. من بعد اش كديروا؟ كتصفيوها كما غتشوفوني دابا. انا غادي نصفيها وعاد غادي نعاود تاني نعاود نحطها تاني فوق البوطه، نقص عليها البوطه بنار مهيله تاني حتى تطلق الماء ديالها كامل. حتى نتوما شوفوا كما كتشوفوا شتي الماء اللي كتطلق، كتطلقوا موسخ دايره مغسوله شحال من مره بالحامض والخل والملحه، ولكن راه ما زايده فيها لا ما لا والو. داك راه الماء ديالها ملي كتنقص على البوطه الماء ديالها اللي كيطلق هكاك، وكيطلق واحد الريحه زفره. دابا غادي نعاود نصفيها ونحطها فوق البوطه مهيله هكاك ناشفه حتى تطلق تاني الماء ديالها. الا باقي فيها شي مره غادي تطلقوا ديك الزفوريه ديالتها، كنعاود نصفيها. الا ما بقاتش صافي كتبقى تلقاها مشحره صافي ناشفه، غير ملي كتبقاي دوزيها هكا فوق البوطه كتبقاي دوزي كتلقاها ناشفه نيشان. غير ما تحاوليش تقليها باش من التقليه ما تقساحش ليكم. صافي دابا رديتها فوق البوطه. كما قلت لكم داك تمايا داك المول عندي اشنو دايره فيه؟ دايره فيه البصله، دايره فيه بصله كبيره شلطتها ما حكيتهاش، تنشلطها باش تعطيني المريقه تجيني قاعده. صافي ودرت معاها قريضات ديال اللحم، حيت ما التقليه عندي فيها غير الكرشه والريه، ما عنديش سميتو كما كنقولوا لحم الراس ولا شي حاجه. كاين كل واحد واش كيزيد فيها، كاين اللي كيزيد فيها اللسان، كاين اللي كيزيد فيها القرجوطه وداكشي. انا ما عنديش، ما كانتش عندي القرجوطه. صافي درت فيها قريضات ديال اللحم ديال الملج، هما اللي درت فيها، وشي عظيمات نيت ديال الملج مع كرط القرطه، وبقى ليا دوك العظيمات. وانا عرفتهم غيطلقوا ليا الرغا زوين، لحتهم حتى هما تما مع البصيله كما كتشوفوا. دابا انا كنقطع في القزبر والمعدنوس، غادي نقطعهم حتى هما مزيان. صافي المهم التقليه راه خليتها دابا راه كتشحر. اسمحوا لي بعدا سي لا بروميير فوا باش انني كندير صوت، كندير حاجه نطيبها عاد كندير الصوت ديالي، راه كنتلف. انا اول مره كنجرب هاد القضيه في هنايا في هذا الفيديو. اغلبيه كنطلقني الفيديو نيشان وكنهضر فيه نيشان، دابا راه جربتها وتنقول شنو كدرت في التقليه بعدا تنتفكر. المهم تنديروا القزبر والمعدنوس، راه كنهضر بطبيعتي هكا دايره. صافي درت القزبر والمعدنوس، غادي نحك واحد مطيشه وحده، اي وحده اللي غادي نحك هي هذيك اللي كتشوفوني كنغسل فيها دابا. صافي ومن بعد منها غادي ندير الثومه تاني، غادي نقطعها. المهم مطيشه على حساب كل واحد وشنو، كاين اللي كيدير مطيشه كاين اللي ما كيديرهاش، ولكن على حساب. انا التقليه ديالتي تندير فيها مطيشه ضروري، كندير فيها المطيشه، كندير فيها الثومه، كندير فيها البصله، كندير فيها كلشي، وكتجي زوينه صراحه. غير تبعوا هاد تبعوها راه كتجي غزاله صراحه، وكتجي عاقده وخاطره. صافي كما كتشوفوا غادي نحك ديك مطيشه. المهم التقليه كما راه خباقه تتشحر هذيك الساعه، صافي غادي نلقاها نشفات. هانتوما غتشوفوها غتلقاوها ناشفه ما فيهاش حس قطره ديال الماء، يعني كديك الزفوريه كتنزلها ملي كطيبي حتى المريقه ديال التقليه كتجيك مريقه قاعده وزوينه وخاطره، وما فيهاش داك اللون اللي كما شفتوا شحال صفيت ديال المياه موسخين كيبانوا لكم. ما كتبقاش حيت شحال من تقليه بعد النوبات كتمشي تاكلها في الزنقه ولا في شي حاجه ملي كنكونوا
مثلا تكون مسافر ولا في المغرب، فاش نكون في المغرب كتمشي شي بلاصه كتاكل التقليه وكتجيك زفره. انا بعدا بالنسبه ليا كنحس بزفوريه، ولكن بهذه الطريقه راه ما كتكون لا زفره لا والو. صافي كما كتشوفوا، من بعد ما حكيت هذيك المطيشه دابا غادي نجبد الثومه. راه فيها واحد القاعده راه كتشوفوها، حيت ديما كن الحاجه اللي درتها كنغسلها باش نحيد، باش يبقى ليا لافابو خاوي بعدا باش ما نتشغلش معاه حتى هو من بعد. صافي دابا راه كنجبد في الثومه، غادي ندير واحد 4 الطريوس ديال الثومه، 4 هكا كيكونوا كبار، المهم 4 الا كانوا كبار، الا كانوا صغار دير واحد 6. بحال دابا انا هادو عندي غير صغيورين ماشي كبار بزاف. صافي تا هما كتنقيهم دوك 4 الترويسات وكتحكهم في داك القوام. علاش هاد النهار ما درتش صراحة الصوت مباشرة في الفيديو؟ ما كان واحد الماتش بادي وما قدرتش نخدم نهضر والماتش خدام، ما يمكنش حيت شحال من مره كيضربوني بكوبي رايت في الاغاني ولا شي موسيقى تكون غير قصيره في الطريق، تكون خارج وكطلق شي موسيقى كيضربوني كوبي رايت. هو البارح كذلك لحقت واحد الفيديو قصير، فيديو قصير يعني اغنيه كيديروها كل شي الناس، كل شي في اليوتيوب وكل شي اللي كيديروا سميتهم، يعني اغنيه عادي وانا ضربوني بكوبي رايت. فلهذا وليت كنحتفظ، اللهم نخلي حاجه طبيعيه بصوتي وصافي. صافي كما كتشوفوا دابا راني قطعت هذوك التومات، غادي من بعد غادي نحكهم. دابا راه مشيت باش نشوف التقليه ديالتي، حيت دابا غادي نلقاها دابا نشفات، غادي نجيبها باش تشوفوها، غادي نجيبها باش صافي نلوح على داك القزبر والبصيله واللحيمه اللي قطعتها بحال شكل القرده صغيره، حتى هي قد بحال التقليه، وصراحه راه كتجي رائعه ديك اللحيمه مع التقليه، راه فرق كبير فرق كبير، راه كتجي واحد المذاق فن صراحه. ها نتوما كما كتشوفوا انا صورتها لكم، جات ناشفه ما فيهاش شي حاجه. علاش قلت لكم زدت فيها اللحيمه؟ حيت التقليه عندي قليله، كاينه الكرشه والريه قلال ماشي بزاف، ماشي فيهم ما فيهمش بزاف يعني دغيا غيطيبوا غيتجمعوا، داكشي اللي قلت نزيد عليهم القطعه ديال اللحم. صافي هنا بغيت ندير الماء يسخن باش نلقى باش نمرق، حيت ما غاديش نديرها كوكوت، غادي نديرها غير طنجره صافي، غادي نخليها طيب على خاطره. هي الصراحه طيابه صدقات ليا هاد التقليه، لانني كنت كنصحاب غادي تشد ليا واحد مده طويله، ولكن دغيا طابت صراحه، دغيا طابت ما شدات ليش وقت طويل. صافي دابا كما كتشوفوا غادي نخلي داك الماء حتى يطيب باش نزيدو عليه تما. دابا غادي نشد كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالي، البصيله القزبر الثومه الحيمه ومطيشه اللي حكيت. صافي هادو هما الفصوص ديال الثومه، انا غادي نطحنهم دابا في الحكاكه ديال الثومه كما كتشوفوا. صافي دابا حكيناهم، دابا غادي ندوزو للتوابل. التوابل تاني كتبقى على كل انسان وشنو كيحب يبغي يدير. انا بالنسبه ليا في التوابل ديال التقليه كندير كلشي، كندير الكمون، التحميره، البزار، سكينجبير، الخرقوم، زيت العود، هادو هما التوابل ديالي انايا يعني. كاين اللي كيدير مثلا القزبر حبوب، كاين اللي كيحيد الكمون ما كيديروش، كاين اللي كيدير المصير كيطيب به، مازال انا ما كنديرش المصير، كنديرو مع الزيتون حتى الاخر غير باش يبقى داك المذاق ديال الزيتون مع التقليه زوينه وصافي. صافي هانتوما كما كتشوفوا هنايا، حيت ركبت كنت كنوجد صورت ولكن ما تشدليهاش، كان بوز خليت بوز، وكنصحاب انا كنوريكم في المقادير ديال التوابل. المهم درت معلقه صغيره، غوريتكم المعلقه اللي درت، راه هي باش عبرت كلشي،
درت معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الملح على حسب الذوق، ثاني ما كنكثرش الملح حتى الخرقوم اللهم تخص ولا صافي. وزيت العود هذا هو اللي كندير، زويته العود غندير غير نقيطه. علاش؟ لان التقليه عندي فيها شي شحيمات، وعرفتوا التقليه كتجي من الدم، ما بغيتش ندير كاع زيت العود بزاف. تما راه بحال قلتي واحد ثلاثه المعالقات ديال زيت العود اللي درت فقط لا غير. الزيت النباتيه ما كنخدمهاش وما عنديش كاع نهائيا في الدار، ما كنديرهاش نهائيا لتا شي حاجه. اغلب انا كلشي كنطيب بزيت العود اي حاجه. وبالنسبه لا سالتوني على المقليات ولا اي حاجه مقليات، راه كنديرها في القلايه الهوائيه اولا الفران اولا حتى في المقله، راه كندير غير كنصوطي بواحد النقطه ديال زيت العود وكنقص البوطه باش ما تحرقش ليا زيت العود. ما كنخدمش زيت نباتيه نهائيا. انتما كما كتشوفوا هنا صافي راه نشفات، حتى بغات تلصق ليا في الطاوه، يعني صافي نشفات دابا بمره واحده. صافي غادي نلوح عليها داك القوام ونخليها تشحر فوق البوطه، تشات تشحر ليا مزيان. ونسيت بان راه غادي نبان لكم دابا غادي نزيد واحد ثلاثه المعالقات ديال مطيشه لاصوص دو طوماط، مطيشه الحك اللي في المغرب، حيت حنا ما عندناش مطيشه الحك هنايا، حنا كنديروا واحد لاصوص ديال مطيشه، يعني غندير فيها ثلاثه المعالقات. والناس ديال المغرب يديروا نص معلقه ديال مطيشه الحك، حيت تكون مركزه اكثر من هذه اللي غادي ندير انايا. صافي هذا هو التقليه ديالتي. من بعدها كنخليها حتى تشحر، ها هي المطيشه اللي وريتكم. صافي حيت هذه لاصوص كنديرها، هي اللي كنديرها في اللوبيا، كنديرها في العدس، كندير المهم هذوما اللي كنعتمد عليهم بمطيشه بحال هكا، ولا في البيتزا، ولا مثلا في الاسباغيتي وهادشي ديال لي بات. صافي صافي ثلاثه المعلقات بالحساب حيت هي جاريه ماشي خاطره بزاف. صافي صافي دابا غادي نحركها وغادي ندير عليها بوطه مهيله، غنقص عليها البوطه وغادي نخليها فواحد النار مهيله حتى تشحر ليا ديك البصيله وديك التقليه ديالتي والحيمات. صافي وغادي نمرقها بالماء اللي خليته كيطيب. صافي غنقص عليها البوطه وغنخليها طيب على مهلها. وباش زوينه راه احسن من الكوكوت، الكوكوت دغيا كطيب لك الحاجه، اما ملي كديرها هكا كديرها كامله، وهذيك الكامله عندي ثقيله بحال الطنجره، ثقاله ثقيله بزاف. يعني كنقص عليها البوطه في شي حاجه بحال هكا، يا كرعين يا تقليه لوبيا شي حاجه بحال هكا، كنقص عليها البوطه كنخليها طيب. عرفتي كتجي الماكله يا سلام، تتجي معقده وطيبه على الخاطر، واي حاجه كتكون كطيب على الخاطر وكطيب بشويه كتجي زوينه. صافي اخوتي هادشي اللي كاين، دابا راه رديتها تشحر وغادي من بعد غادي نخليها حتى طيب ونحس بها وصلها الطياب مزيان. غادي ندير عليها واحد نص حامضه مسيره والزيتون الاحمر، غسلته بزاف، راه غسلته بالماء السخون مزيان، حيت الزيتون الاحمر تيكون فيه واحد المذاق مجهد، فلهذا انا ديما كنغسلو بالماء السخون وكنرقدو في الماء السخون. صافي ملي غادي تهب ليا التقليه ديالتي غادي تشوفوها ان شاء الله فاش طيب، وغادي ندير عليها زويتينات وداكشي، راه غادي تجي هائله. وصراحه كليناها وجات فنه والله العظيم، بقى منها واحد شويه اللي بقى راه باقي في الثلاجه شويه بالحساب، ما كلشي تكل منها حيت ما جاتش ميد ما، حيت التقليه الا كانت ميد ما كتقدريش تاكليها الانسان، بالاخص اللي ما كيقدش على ليدام والزيوت وهذا راه ما يقدرش على شي حاجه ثقيله. داكشي علاش كنديرها بهذه الطريقه، كتجي خفيفه وزوينه. هذه الطريقه ديال الوالده ديالتي الله يرحمها. ايوا هانتوما دابا صافي راه حنا كملنا كما كتشوفوا. دابا هنايا هي بدات كتشحر. صافي درت عليها المويه ديالتها خليتها كطيب، دابا بحال طلع فيها الغليه. صافي انفو طلع عليها الغليه ديالتها، كتجي صراحه زوينه بزاف، وان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم اخوتي واخواتاتي. وما تنساوش ليا اخوتي، ها انتم كما قلت لكم زويتينا، تشوفوا راه باقي السخونيه طالعه منهم باش تعرفوا راه مرقداهم في الماء السخون باش ما يبقاش ليا ما يجيونيش مارين. صافي وهذيك النويص نص ديال المصيره حتى راه كيلعبوا دور، الزيتون وهذا راه كيلعبوا دور في التقليه، كيجيو زوينين الصراحه، ولكن ما تلوحهمش من الاول، حيت انا شفت شحال من واحد كيطيب بهم من الاول تقردهم مع القزبر. صافي اخوتي المهم هذه هي التقليه ديالتنا، غادي نخليها حتى طيب وتعقد وتنشف
وتشوفوها في اخر المطاف. وتابعونا اخوتي وما تنساوش عفاكم تخليو الفيديو حتى الاخر، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع اخوتكم الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش بالتعاليق الزوينه حتى هما كيحفزوا حتى هما كيعاونوا باش القناه تشوفها واحد اخر واحد اخر. الصراحه حابين كيكونش تفاعل، راه حتى تبغي تقدم اي حاجه، تبغي دير فلوغات، تبغي تدير طياب، تبغي دير بزاف ديال الحوايج، ندير لكم شي محتوى كاع زوين، ولكن ما كنلقاش التشجيع. التشجيع هو اللي ما كي الا ما كانش التشجيع وما كانش المعاونه منكم راه ما كيكون والو. انتم اخوتي شفتوا المريقه كي كتجي في التقليه، كتجي يا سلام خاتره فنه ما ميدماش كما كتشوفوا. ميرسي بوكو وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم.